هذه قصة عن الفيلة، قصة تجري أحداثها على جزيرة جميلة كانت تدعى في السابق سيلان، أما اليوم أطلق عليها اسم سريلانكا، وهي جزيرة الفيلة، وجميع الناس يترقبون العطل الخاصة التي تجري فيها استعراضات. قصة عن الفيلة، وبالتحديد عن فيل واحد، وهي قصة الولد الذي أصبح الصديق المميز لذلك الفيل. يحب تلك الحيوانات الكبيرة ويجيد التكلم إليها، وكان واثقا من أنها تكلمه. كان والد أنيل يعمل كمدير لمزرعة كبيرة، ولكنها ليست ملكا له، ولم يكن يجني من المال طوال سنة كاملة ما يكفي لشراء حيوان عجوز. السيد راتنا الذي يعيش في المنزل الكبير في المزرعة كان بإمكانه شراء الفيلة. كانت المزرعة ملكا له، وهو يملك حيوانات عدة يستخدمها للعمل في المزرعة. كان للسيد راتنا ابن يدعى سوما، ولم يكن أنيل يحب اللعب مع الأولاد الآخرين، لا سيما سوما، بل كان يفضل تمضية الوقت مع الفيلة، مع أنه غالباً ما كانت هذه الحيوانات الكبيرة تستخدم للعمل في المزرعة، ولم يكن يسمح لأنيل بملازمتها. إذن لم يكن بالإمكان وصف أنيل بالولد السعيد. أما بالنسبة إلى أخته شانتي، فالأمر كان مختلفاً تماماً. كانت حياة شانتي مليئة بالسعادة، وذلك لأسباب وجيهة، فقد كانت شانتي فتاة مسيحية صادقة وسعيدة، ومع أنه كان يحبها كثيراً لكنه كان ينزعج عندما تقرأ في الكتاب المقدس. روميا 6:23: أجرة الخطيئة هي الموت، وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا. لكن أكثر ما كان يزعج أنيل هو أن سوما وأصدقائه كانوا يبحثون عن أي فرصة قد تزيد من تعاسته.
في ذلك اليوم، وعندما كان قلبه مليئا بالكراهية نحو سوما وأصدقائه، حدث أمر كان سيملأ حياة أونيل بالإثارة والاهتمام. أحد فيلة السيد رتنا، ولم يكن من فيلة المزارع المجاورة، كان فيلا بريا. وتساءل أونيل، ربما كان بإمكانه توليد الفيل. وكانت بعض الحيوانات البرية الأخرى تنظر بقلق حيال رفيقها المريض، وقرر أونيل إبعادها عنه. وبالرغم من خطورة هذا الأمر بالنسبة لولد في سنه، فقد أراد الحصول على هذا الفيل المريض بأي ثمن. Thank you.
شاهده في الأدغال. كان يعرف أن أونيل يرغب في اقتناء الفيل، لكنه كان يعرف أيضا أن الأرض التي يتمدد عليها الفيل المريض تخص والده. عثرت على فيل بري، أليس هذا خطيرا بني؟ إنه أليف يا والدي، ونحاول مساعدته. إنه فيلي، أنا وجدته، أسميناه رجا. علمت أن هناك فيلا ضالا ومريضا في ممتلكاتي. أونيل وجده سيد راتن. أخبرني سوما ذلك، لكن الحيوان وجد على أرضي، لذا إنه يخصني. لكن ألا يصبح الحيوان ملكاً لابني؟ أتتوقع مني تقديمه هدية؟ يبلغ ثمن هذا الفيل 15,000 روبي. سأستدعي بيطرياً. إذا تمكن من ترويض هذا الفيل سيكون ذا قيمة كبيرة لي. هذا الفيل يخصني أنا. الفيل ملكي، أنا وجدته. Thank you.
الغضب والخيبة اجتاحت قلب أنيل. لماذا على عائلته أن تكون فقيرة إلى هذه الدرجة؟ لماذا يملك سوما كل الأشياء الحسنة؟ وكاد يتمنى لو يموت الحيوان، لكنه كان يحب ذلك الفيل كثيرا، لذا قام بكل ما بوسعه لمساعدة رجا على استعادة عافيته. وبقي رجا أليفا حتى مع تدهور حالته الصحية، وبسبب حب واهتمامه أصبح شغوفا جدا بصديقه الجديد. أنت فيل، كان يهمس له أنيل مرارا وتكرارا. أنت فيل. بالطبع كان سوما يعتبر الفيل ملكا له، لكن كان من الواضح أن رجا لم يكن يهتم لابن صاحب المزرعة. أنيل هو صديقه وليس سوما. إذن سيان كان ما يقوله أي كان. كان أنيل يؤمن أن رجا ملك له وليس للسيد راتنا. لماذا لا تنقلب الأدوار ليكون السيد راتنا مديرا للمزرعة ووالد أنيل مالكا لها؟ كان السيد راتنا سعيدا لأن أنيل يقدم الكثير من الاهتمام لرجا، لأن كل ما كان يريده السيد راتنا هو أن يروض الفيل بشكل كامل حتى يتمكن من استخدامه كعامل في المزرعة. المعلمة تروي أكثر قصص الكتاب المقدس إثارة، كان عقل أنيل يشرد باتجاه رجا. الفيل يتعلم بعض الحيل. كان سعيدا وحسب بمشاهدة مدى طاعة الفيل من خلال اهتمام أنيل به. كان أنيل تلميذا مجتهدا في مدرسته، أما اليوم فلم يعد يولي اهتماما بدراسته. كان يجلس ساعات عدة يفكر برجا. يا له من حيوان لطيف،
ومن الظلم ألا يكون هذا الفيل ملكا له. حيوان رائع أليس كذلك؟ يمكنك القول إنه ملك لك مع أنه ملك لي. رقبتك اليوم، أنت تعلم رجاء أموراً عدة، كما أنني سمعت السيد راتنا يتحدث إلى بعض الأشخاص، إنه يعتقد بأن رجاء من أفضل الفيلة في المزرعة. رجاء هو لي، أنا وجدته. لا أونيل، رجاء ليس لك، إنه ملك للسيد راتنا. ماذا عن دراستك؟ هل تفكر كثيراً برجاء؟ أحد المتعهدين السياحيين كان يراقب أونيل وهو يلعب مع فيله. سأل السيد راتنا إذا كان في استطاعته إحضار بعض الأشخاص إلى المزرعة، فوافق السيد راتنا. كان رابط الحب بين الصبي والفيل يزداد قوة كل يوم. كان أونيل يشعر وكأنه يرغب في تحريض رجاء على الهرب معه وعدم العودة مجددا، لكن أونيل كان يحب عائلته بشدة إلى درجة أنه لم يفكر يوماً في التخلي عنها، مع أنه لم يفتح قلبه يوماً للرب يسوع كما يفعل أباه وأمه منذ أعوام عدة، وكما تفعل أخته. كان يعرف مدى الفرق الذي يحدثه في حياة الأشخاص وفي عائلاتهم وفي منازلهم عندما يكونون أنانيين ومليئين بالحقد. ازداد سوما حسداً يوماً بعد يوم، وفي أحد الأيام جاء إلى أبيه وتوسل إليه أن يطرد والد أونيل ويحضر مسؤولاً جديداً إلى المزرعة. السيد راتنا أراد إرضاء ابنه، وهو قد يفعل أي شيء من أجله، لكن هذا الطلب كان صعباً. أخبر سوما كيف اكتشف والد أونيل خطأً كبيراً في الحسابات، وكان بإمكانه في حينها أن يسرق ذلك المال من دون أن يعلم أحد، لكن عوضاً عن ذلك جاء إلى السيد راتنا وأخبره بالأمر، كما ذكر ابنه بمدى مؤهلات وقدرات والد أونيل في إدارة العمال في المزرعة. فكلما وقع شجار بينهم كان بمقدور والد أونيل أن يصالحهم ويجعلهم يستأنفون العمل مجدداً، بما لا شك فيه أن والد أونيل هو من أفضل مدراء المزارع في البلاد. كان من الصعب جداً إذا لم نقل من المستحيل استبداله. أبي، دعني أحصل على رجاء وقل لأونيل إنه لم يعد باستطاعته اللعب مع الفيل بعد اليوم. رجاء؟ أيمكنك أن تجعل رجاء يقوم بالحيل التي علمه إياها أونيل؟ نعم أبي، يمكنني. حسناً. أونيل، دع رجاء وشأن هذه أوامر أبي. عندما جاء السائح الأول وبعد أن تولى سوما مهمة تدريب رجاء، كان من الواضح كم هما مملان. أبى هذا الفيل القيام بأية حيلة، وبالنسبة للناس كان مجرد فيل مثل غيره من الفيلة. وفي أحد الأيام استاء رجاء لدرجة أنه حمل سوما ورفض إنزاله مجددا. Thank you.
في أحد الأيام ظهر أحد الغرباء بين السياح، ولم يكن عنيد لاحظ بقدر ما كان هناك من غيرة في قلب سوما. كان الغرور والكبرياء يملأان قلب عنيد. كان عنيد يعلم أن السيد راتنا يحتاج إليه، فقرر أن يظهر لسوما من هو أفضل صبي في المزرعة. أنت تجيد معاملة رجاء، هذه موهبة، والمواهب هي هبات من الله. لقد تعلمت لتوي آية جديدة، يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين. التكبر هو خطيئة أنيل، والخطيئة الأكبر هي أن نكره الناس حتى لو كانوا ظالمين معنا. معلمة أنيل في مدرسة الأحد أعطت درسا خاصا، حيث تحدثت عن الخطايا التي يحملها الناس في قلوبهم، الكبرياء والكراهية والأنانية. هذا جعل أنيل يفكر بما قالته شانتي، الناس يحاولون إخفاء خطاياهم لكن الله يرى قلوب الجميع. هذا الكلام أقلق أنيل. رشا يجني الكثير من المال للسيد راتنا. في أحد الأيام، وبينما كان أنيل ورجا يؤديان بعض الحيل أمام مجموعة من السياح، عاد الرجل الغريب وهو يعمل في إحدى حدائق الحيوانات المشهورة في أوروبا. أما عمله فهو شراء الحيوانات لتلك الحدائق، وكان يبحث عن حيوانات مدربة عندما أخبروه عن رجا. وما لا شك فيه أن هذا الحيوان سيستقطب الكثير من المتفرجين في حديقة الحيوانات. لذا عرض على السيد راتنا مبلغا كبيرا من المال، وفي خلال لحظات وافق على بيعه. السيد راتنا باع رشا، لا يمكنهم أخذه، يجب أن يساعدني أبي على سرقته هذا المساء. السرقة خطيئة، إنه فيلي. الكتاب المقدس، الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء. لم يستطع أنيل النوم. في الصباح التالي كان رجا سيؤخذ إلى الشاطئ لينقل إلى متن السفينة ويقوم بتلك الرحلة الطويلة إلى أوروبا. كان رجا قلقا أيضا، وكان الأمر قاسيا عليه لأنه كان يفهم ماذا سيحدث. لم يكن أنيل ليتحمل خسارة صديقه، لا، عليه التأكد من أن رجا لن يصعد إلى متن تلك السفينة. لقد رحل الفيل، لا بد أن ابنكما هو أخذه. أنيل نائم.
السيد راتنا كان يعلم أن ليس لديه وقت ليضيع، وهو لن يقبض المبلغ الكامل إلى أن يصعد رجا إلى متن تلك السفينة. في عمق الأدغال كان أنيل يحاول جاهدا تخبئة الفيل، لأنه كان يعلم أنه قريبا ستأتي فرقة للبحث عنهما. لكن مهما حاول تخبئة الفيل فإن رجا لم يكن ليبقى في مخبئه، فالحيوان لم يفهم لماذا عليه الانفصال عن صديقه العزيز. رجاء رحل. أعلم، إنني آسفة، لن أرى فيلي بعد اليوم. ثمة الكثير من خيبات الأمل في الحياة، لكن إذا سألنا الله فإنه سيساعدنا على رؤية الناحية الإيجابية لأكثر خيبات الأمل مرارة. لكن أولا علينا أن نأتي إلى الله من خلال ابنه يسوع. ربما قد يسر رجاء في حديقة الحيوانات. فكر بالدرس الرائع الذي تعلمته. حاولت إخفاء رجا لكنك لم تتمكن من ذلك. ثمة أمر آخر بني، لا يمكنك إخفاؤه. من الأسهل أن تخفي فيلا حتى لو كان فيلا كبيرا مثل رجا من أن تخفي خطاياك. يقول الكتاب المقدس: تأكد أن خطيئتك تقع عليك. فقدان رجا هو خسارة كبيرة. أنا ووالدك آسفان جدا، لكن هناك خسارة أكبر قد تقع بها، وهي أن تخسر روحك إذا لم تطلب من الرب يسوع أن يغفر خطاياك ويدخل قلبك ويجعلك إنسانا جديدا. اشتاق أنيل كثيرا لفيله، لكنه كان يتساءل: هل جعل الله السيد راتنا يبيع الفيل كنوع من القصاص؟ لو كان مسيحياً حقيقياً مثل أخته شانتي وعائلته، ربما ما كان أتى الرجل الغريب من حديقة الحيوانات وبدأ يفكر بالأمور الكثيرة التي سمع والده يقرأها في الكتاب المقدس، والأشياء التي سمعها في مدرسة الأحد، والتي تعلمها من القس في الكنيسة. في ذلك اليوم قام أنيل بعمل حكيم، إذ اعترف لله بخطاياه لأنه أراد أن يصبح مسيحياً مثل شانتي وأهله وبعض الأولاد. وهكذا وبهدوء ولكن بكثير من الصدق دعا الرب يسوع ليدخل إلى قلبه. لا
لم يتمتع أنيل بشجاعة كافية لإطلاع أهله على ما حدث هذا الصباح، وكان فرحاً لأن هذا ساعده على نسيان بعض من الحزن الكبير الذي كان يملأ قلبه بسبب خسارة رجا. أنت مسؤول عما حدث؟ كان الرجل الغريب قد وصل لتوه إلى المزرعة. رجا رحل خلال الليل واختفى، وكان عليهم تحميل السفينة بالحيوانات والمغادرة من دون رجا. لا أحد يعلم مكان الفيل. عندها حصلت مفاجأة كبيرة. يستحق أكثر مما دفع الرجل الغريب. إنه عامل جيد وقد يجب علينا الكثير من مال السياح. ملأ الحب قلب أنيل، الحب لسوما، وهذا الحب أعطاه إياه الرب يسوع، وما قالته له أخته كان صحيحا. كل الأمور تسير نحو الأفضل عندما تكون من أجل حب الله. أراد أن يظهر لله مدى امتنانه. حاول أن لا يكون متكبراً وأنانياً حتى تجاه شخص كسوما، الصبي الذي كان يكرهه في السابق. التغيير الذي حصل في حياة أنيل أظهر مدى حقيقة قول الكتاب المقدس: وإذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، زال القديم وها هو الجديد. تراقبان الأشرار والأخيار. سفر الأمثال 15:3. هذه قصة عن الفيلة، قصة تجري أحداثها على جزيرة جميلة كانت تدعى في السابق سيلان، أما اليوم أطلق عليها اسم سريلانكا، وهي جزيرة الفيلة، وجميع الناس يترقبون العطل الخاصة التي تجري فيها استعراضات. عن الفيلة، وبالتحديد عن فيل واحد، وهي قصة الولد الذي أصبح الصديق المميز لذلك الفيل.
أكثر ما يريده أنيل في الحياة. كان يحب تلك الحيوانات الكبيرة ويجيد التكلم إليها، وكان واثقاً من أنها تكلمه. كان والد أنيل يعمل كمدير لمزرعة كبيرة، ولكنها ليست ملكاً له، ولم يكن يجني من المال طوال سنة كاملة ما يكفي لشراء حيوان عجوز. السيد راتنا الذي يعيش في المنزل الكبير في المزرعة كان بإمكانه شراء الفيلة. كانت المزرعة ملكاً له، وهو يملك حيوانات عدة يستخدمها للعمل في المزرعة. كان للسيد راتنا ابن يدعى سوما، ولم يكن أنيل يحب اللعب مع الأولاد الآخرين، لا سيما سوما، بل كان يفضل تمضية الوقت مع الفيلة، مع أنه غالباً ما كانت هذه الحيوانات الكبيرة تستخدم للعمل في المزرعة، ولم يكن يسمح لأنيل بملازمتها. الطويلة إلى أوروبا، كان رجا قلقاً أيضاً، وكان الأمر قاسياً عليه لأنه كان يفهم ماذا سيحدث. لم يكن أنيل ليتحمل خسارة صديقه، لا، عليه التأكد من أن رجا لن يصعد إلى متن تلك السفينة. لقد رحل الفيل، لا بد أن ابنكما هو أخذه. أنيل نائم. السيد راتنا كان يعلم أن ليس لديه وقت ليضيع، وهو لن يقبض المبلغ الكامل إلى أن يصعد رجا إلى متن تلك السفينة. في عمق الأدغال كان أنيل يحاول جاهداً تخبئة الفيل، لأنه كان يعلم أنه قريباً ستأتي فرقة للبحث عنهما. لكن مهما حاول تخبئة الفيل، فإن رجا لم يكن ليبقى في مخبئه، فالحيوان لم يفهم لماذا عليه الانفصال عن صديقه العزيز. لم يكن يجني من المال طوال سنة كاملة ما يكفي لشراء حيوان عجوز. السيد راتنا الذي يعيش في المنزل الكبير في المزرعة كان بإمكانه شراء الفيلة. كانت المزرعة ملكاً له، وهو يملك حيوانات عدة يستخدمها للعمل في المزرعة. كان للسيد راتنا ابن يدعى سوما، ولم يكن أنيل يحب اللعب مع الأولاد الآخرين، لا سيما سوما، بل كان يفضل تمضية الوقت مع الفيلة، مع أنه غالباً ما كانت هذه الحيوانات الكبيرة تستخدم للعمل في المزرعة، ولم يكن يسمح لأنيل بملازمتها.
إذن لم يكن بالإمكان وصف أنيل بالولد السعيد. أما بالنسبة إلى أخته شانتي فالأمر كان مختلفاً تماماً. كانت حياة شانتي مليئة بالسعادة، وذلك لأسباب وجيهة. فقد كانت شانتي فتاة مسيحية صادقة وسعيدة، ومع أنه كان يحبها كثيراً لكنه كان ينزعج عندما تقرأ في الكتاب المقدس. روميا 6:23: أجرة الخطيئة هي الموت، وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا. لكن أكثر ما كان يزعج أنيل هو أن سوما وأصدقائه كانوا يبحثون عن أي فرصة قد تزيد من تعاسته. التي سمع والده يقرأها في الكتاب المقدس، والأشياء التي سمعها في المدرسة الأحد، والتي تعلمها من القس في الكنيسة. في ذلك اليوم قام أنيل بعمل حكيم، إذ اعترف لله بخطاياه لأنه أراد أن يصبح مسيحياً مثل شانتي وأهله وبعض الأولاد، وهكذا وبهدوء ولكن بكثير من الصدق دعا الرب يسوع ليدخل إلى قلبه. لم يتمتع أنيل بشجاعة كافية لإطلاع أهله على ما حدث هذا الصباح، وكان فرحاً لأن هذا ساعده على نسيان بعض من الحزن الكبير الذي كان يملأ قلبه بسبب خسارة رجا. أنت مسؤول عما حدث؟ كان الرجل الغريب قد وصل لتوه إلى المزرعة. رجا رحل خلال الليل واختفى، وكان عليهم تحميل السفينة بالحيوانات والمغادرة من دون رجا. لا أحد يعلم مكان الفيل. عندها حصلت مفاجأة كبيرة. رجا يستحق أكثر مما دفع الرجل الغريب. إنه عامل جيد وقد يدفع علينا الكثير من مال السياح. ملأ الحب قلب أنيل، الحب لسوما، وهذا الحب أعطاه إياه الرب يسوع. وما قالته له أخته كان صحيحا. كل الأمور تسير نحو الأفضل عندما تكون من أجل حب الله. أراد أن يظهر لله مدى امتنانه، حاول أن لا يكون متكبرا وأنانيا،
حتى تجاه شخص كسوما، الصبي الذي كان يكرهه في السابق. علمت أن هناك فيلاً ضالاً ومريضاً في ممتلكاتي. أنيل وجده سيد راتن. أخبرني سوما ذلك، لكن الحيوان وجد على أرضي، لذا إنه يخصني. لكن ألا يصبح الحيوان ملكاً لابني؟ أتتوقع مني تقديمه هدية؟ يبلغ ثمن هذا الفيل 15,000 روبي. سأستدعي بيطرياً. إذا تمكن من ترويض هذا الفيل سيكون ذا قيمة كبيرة لي. هذا الفيل يخصني أنا. الفيل ملكي أنا وجدته. الخيبة اجتاحت قلب أنيل. لماذا على عائلته أن تكون فقيرة إلى هذه الدرجة؟ لماذا يملك سوما كل الأشياء الحسنة؟ وكاد يتمنى لو يموت الحيوان، لكنه كان يحب ذلك الفيل كثيرا، لذا قام بكل ما بوسعه لمساعدة رجا على استعادة عافيته. وبقي رجا أليفا حتى مع تدبر. أنيل وجده سيد راتن. أخبرني سوما ذلك، لكن الحيوان وجد على أرضي، لذا إنه يخصني. لكن ألا يصبح الحيوان ملكاً لابني؟ أتتوقع مني تقديمه هدية؟ يبلغ ثمن هذا الفيل 15,000 روبي. سأستدعي بيطرياً. إذا تمكن من ترويض هذا الفيل سيكون ذا قيمة كبيرة لي. هذا الفيل يخصني أنا. الفيل ملكي أنا وجدته. Thank you.
العواصف من الغضب والخيبة اجتاحت قلب أنيل. لماذا على عائلته أن تكون فقيرة إلى هذه الدرجة؟ لماذا يملك سوما كل الأشياء الحسنة؟ وكاد يتمنى لو يموت الحيوان، لكنه كان يحب ذلك الفيل كثيرا، لذا قام بكل ما بوسعه لمساعدة رجل. لن أرى فيلي بعد اليوم. ثمة الكثير من خيبات الأمل في الحياة، لكن إذا سألنا الله فإنه سيساعدنا على رؤية الناحية الإيجابية لأكثر خيبات الأمل مرارة. لكن أولا علينا أن نأتي إلى الله من خلال ابنه يسوع. ربما قد يسر رجا في حديقة الحيوانات. فكر بالدرس الرائع الذي تعلمته. حاولت إخفاء رجا لكنك لم تتمكن من ذلك. ثمة أمر آخر بني لا يمكنك إخفاؤه. من الأسهل أن تخفي فيلا حتى لو كان فيلا كبيرا مثل رجا من أن تخفي خطاياك. يقول الكتاب المقدس: تأكد أن خطيئتك تقع عليك. فقدان رجا هو خسارة كبيرة. أنا ووالدك آسفان جدا، لكن هناك خسارة أكبر قد تقع بها، وهي أن تخسر روحك إذا لم تطلب من الرب يسوع أن يغفر خطاياك ويدخل قلبك ويجعلك إنسانا جديدا. اشتاق أنيل كثيرا لفيله، لكنه كان يتساءل: هل جعل الله السيد راتنا يبيع الفيل كنوع من القصاص؟ لو كان مسيحيا حقيقيا مثل أخته شانتي وعائلته، ربما ما كان أتى الرجل الغريب من حديقة الحيوانات وبدأ يفكر بالأمور الكثيرة التي سمع والده يقرأها في الكتاب المقدس، والأشياء التي سمعها في مدرسة الأحد، والتي تعلمها من القس في الكنيسة. في ذلك اليوم قام أنيل بعمل حكيم، إذ اعترف لله بخطاياه لأنه أراد أن يصبح مسيحياً مثل شانتي وأهله وبعض الأولاد، وهكذا وبهدوء ولكن بكثير من الصدق دعا الرب يسوع ليدخل إلى قلبه. لم يتمتع أنيل بشجاعة كافية لإطلاع أهله على ما حدث هذا الصباح، وكان فرحاً لأن هذا ساعده على نسيان بعض من الحزن الكبير الذي كان يملأ قلبه بسبب خسارة رجا. أنت مسؤول عما حدث؟ كان الرجل الغريب قد وصل لتوه إلى المزرعة. رجا رحل خلال الليل واختفى، وكان عليهم تحميل السفينة بالحيوانات والمغادرة من دون رجا. لا أحد يعلم مكان الفيل. عندها حصلت مفاجأة كبيرة. الصديق المميز لذلك الفيل. يحب تلك الحيوانات الكبيرة ويجيد التكلم إليها، وكان واثقاً من أنها تكلمه. كان والد أنيل يعمل كمدير لمزرعة كبيرة، ولكنها ليست ملكاً له، ولم يكن يجني من المال طوال سنة كاملة ما يكفي لشراء حيوان عجوز. السيد راتنا الذي يعيش في المنزل الكبير في المزرعة كان بإمكانه شراء الفيلة. كانت المزرعة ملكاً له، وهو يملك حيوانات عدة يستخدمها للعمل في المزرعة. كان للسيد راتنا ابن يدعى سوما، ولم يكن أنيل يحب اللعب مع الأولاد الآخرين، لا سيما سوما، بل كان يفضل تمضية الوقت مع الفيلة، مع أنه غالباً ما كانت هذه الحيوانات الكبيرة تستخدم للعمل في المزرعة، ولم يكن يسمح لأنيل بملازمتها.
إذن لم يكن بالإمكان وصف أنيل بالولد السعيد. أما بالنسبة إلى أخته شانتي فالأمر كان مختلفاً تماماً. كانت حياة شانتي مليئة بالسعادة، وذلك لأسباب وجيهة. فقد كانت شانتي فتاة مسيحية صادقة وسعيدة، ومع أنه كان يحبها كثيراً لكنه كان ينزعج عندما تقرأ في الكتاب المقدس. روميا 6:23: أجرة الخطيئة هي الموت، وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا. لكن أكثر ما كان يزعج أنيل هو أن سوما وأصدقائه كانوا يبحثون عن أي فرصة قد تزيد من تعاسته. لن يقبض المبلغ الكامل إلى أن يصعد رجا إلى متن تلك السفينة. في عمق الأدغال كان أنيل يحاول جاهدا تخبئة الفيل، لأنه كان يعلم أنه قريبا ستأتي فرقة للبحث عنهما. لكن مهما حاول تخبئة الفيل فإن رجا لم يكن ليبقى في مخبئه، فالحيوان لم يفهم لماذا عليه الانفصال عن صديقه العزيز. رحل. أعلم، إنني آسفة، لن أرى فيلي بعد اليوم. ثمة الكثير من خيبات الأمل في الحياة، لكن إذا سألنا الله فإنه سيساعدنا على رؤية الناحية الإيجابية لأكثر خيبات الأمل مرارة. لكن أولا علينا أن نأتي إلى الله من خلال ابنه يسوع. ربما